أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. صدق الله العظيم. سبحانك يا ربنا سبحانك يا من كتبت على عبادك الفناء وأثبتت لذاتك وحدك البقاء وبينت أن كل ما في الكون سيموت ولا يبقى إلا وجهك الكريم، فأنت الذي قلت في كتابك وأنت أصدق القائلين كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سبحانك يا ربنا يا من سبحتك جميع مخلوقاتك وقدستك جميع كائناتك، فالسماء دائما وأبدا تقول سبحان من رفعني بغير عمد وأمسكني فهو ركني وعمادي، والأرض تقول سبحان من بسطني لخلقه ومهد مهادي، والجبال تقول سبحان من أرساني وثبت أوتادي، والبحار تقول سبحان من أجراني لقصادي، والعارف بك ربي يقول سبحان من عرفني عليه ودلني إليه وإليه مرجعي ومآبي، والمذنب يقول سبحان من رآني على سترني وغطاني ولما تبت إليه تاب علي وهداني. صلاة وسلاما على حضرة الحبيب المحبوب الطالب المطلوب الراغب المرغوب حضرة المصطفى محمد رسول الله، خير من ناعاه ربنا على رؤوس الأشهاد قائلا له إنك ميت وإنهم ميتون، ونعاه على لسان أمين الوحي جبريل قائلا يا محمد عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واعمل ما شئت فإنك مجزي به. لذلك لما توفي حضرة الحبيب محمد جاشت الصحابة جميعا بالبكاء، حتى منهم من أسكت ولم يقدر على الكلام، ومنهم من أجلس ولم يقدر على القيام، حتى جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه مناديا في الناس أيها الناس من قال أن محمدا قد مات قاتلته بسيفي هذا، حتى جاء أبي بكر الصديق وكشف عن وجه الحبيب وقبله وقال تبت حيا وميتا يا رسول الله، ثم خرج إلى الناس مناديا أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. ثم تلا قول الحق جل وعلا وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فاللهم صلاة وسلاما عليه يا من إذا تبسمت أخجلت البدور، وإذا مشيت سبقك النور، وإذا ركعت أو سجدت قلت أمتي أمتي يا غفور. أيها السادة الكرام، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. في مستهل نقلنا لهذه الليلة القرآنية المباركة التي جئنا فيها مشاطرة ومشاركة للعائلة الكريمة
في ليلة تكريم الأم الغالية الحاجة أم عطية الأم الودود الولود التي صعدت روحها الطاهرة الزكية لملاقاة رب البرية. حزنت الأرض على فراق روحها الطاهرة الزكية، سعدت السماء بقدومها قائلة لها ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الراحلة الكريمة جدة الداعي الإسلام القدير فضيلة الشيخ عمرو دسوقي، الله أسأل أن يطيب فراها وأن يجعل الجنة مأواها وأن يشفع فيها خير خلق الله محمد رسول الله وأن يلهم الأهل جميعا الصبر والسلوان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وشاءت إرادة الله جل وعلا أن تجمعنا بعلمين من أعلام التلاوة في مصر والعالم الإسلامي، فحضرنا القارئ الإذاعي القدير صاحب المدرسة الراشدية فضيلة القارئ الشيخ السيد راشد بكفر أباظة مركز زقازيق شرقية، كما حضرنا أيضا العلم الإذاعي القدير قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي فضيلة القارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس ابن أولاد مهنا مركز بلدية الشرقية. أيها السادة الكرام، يقول نبينا العدنان عليه الصلاة وأزكى السلام: الماهر بالقرآن يحشر يوم القيامة مع السفرة الكرام البررة. فهيا بنا لنستفتح سويا هذه الليلة القرآنية المباركة التي تحفنا فيها ملائكة الله بهذه التلاوة القرآنية العطرة التي يتلوها على اسماء حضراتكم ذلكم العلم القرآني الإذاعي القدير فضيلة القارئ الشيخ السيد راشد القارئ المقيم بكفر أباظة مركز زقازيق شرقية، الذي ندعوه إلى الارتقاء إلى منصة التلاوة ليمتعنا بمعجزة الحبيب محمد، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله
عليه الحق فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء فتذكر إحداهما الأخرى ولا
ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة Yeah.
فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا أَنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ
والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واغفر لنا وارحمنا
عليك. نزل عليك الكتاب بالحق نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل Thank you.
يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو لا إله إلا هو العزيز الحكيم. لا شيء يعني الإيمان بقرآن الله أحيا به الدنيا وأحياني آياته كلما في مسمعي سكنت يخفق بها قلبي ووجداني آياته رب العرش مفجعها إن أعجزت كل جن وإنساني النور يغمرني ويغمر من حولي إذ ناداني ربي بقرآن. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحكمت وأنزلت. لقد قلت وقولك الحق وأنت أصدق القائلين. تلاوة قرآنية مباركة. أيها السادة الكرام، عشنا في رحابها من قارئنا الكريم ابن الكرام علما ودوما إلى الأعلام قارئ مصر والعالم الإسلامي القارئ الإذاعي القدير صاحب المدرسة الفريدة لنوعها مدرسة الراشدية ليلة القارئ الشيخ السيد راشد القارئ المقيم بكفر أبازا مركز زقازيق شرقية. سجلت هذه التلاوة القرآنية المباركة عبر أسير إذاعتنا الخارجية والهندسة الصوتية زاعت من تقرع الدولية صاحبها الحاج محمد الخولي وأولاده دارة المهندس وحيد الخولي المقيم بالعوسجة مركز هوية شرقية. سجلت من داخل قصور الضيافة المتنقلة راشد الحاج سامي أبو الفتوح المقيم بالغار إلى مخازن الإنارة الذهبية الحديث
خليصة دارت الحاج محمد أبو سرحان المقيم بالغار، قام بتقديم وادي الضيافة مثل مصطفى الحطيبي مقيم بمركز ومدينة الزقازية، قام بتسجيل التلاوة وبثها على مواقع التواصل الاجتماعي. المهندس ناصر صلاح المقيم بمركز ومدينة الزقازية الشرقية. باسم العائلة الكريمة، باسم الداعية الإسلامي القدير فضيلة الشيخ عمرو دسوقي، نشكر كل من أتى إلى هذا المكان شاركهم واجب العزاء في هذه الليلة التي تقام تكريما للأم الغالية، الأم الودود، الأم الوليد، التي صعدت روحها الطاهرة الزكية لملاقاة رب البرية. نشكر كل من أتى من السادة أصحاب الهيئات القضائية والسياسية والتنفيذية بعموم مركز مدينة الزقازيق ولمحافظة الشرقية. باسم العائلة الكريمة، نشكر كل من أتى إلى هذا المكان من السادة أصحاب الأدب والواجب. نشكر النائب المحترم خالد بيك بش والعميد علاء المرشدي والكابتن بهاء المرشدي والأستاذ مجدي حسن أغا وكل من شرف العائلة الكريمة في ليلة تكريم الأم الكريمة، قائلين لهم إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم، وسبحان من له الدوام.